أول حاجات الدويت مفيدة. بعد إذنكم. على طول كده؟ آه يا ميت ندامة على اللي علته مراته. وألف آه يا جدع، يا ميت ندامة، ميتين خسارة، 300 تعاسة على اللي علته مراته. عمال يجيب مال كتير ويصرف على مراته، مجدع وكسيب، مدلع نفسه ومراته، وكل شيء يكسبه بيديه لمراته، ومع كل هذا ماهوش مرتاح مع مراته. ده احنا سمعنا مثل من اللي قبلنا قالوه، ادي جيزات اللي يسلم دقنه لم مراته، يبقى مقطع اللي يسلم دقنه لمراته. وهنن المدام واسمع الكلام واعملها باحترام، لا تخلع، شوف طلباتها ايه، بتزعلها ليه، ما تلم الدنيا بيه، لا تخلع. الشقة شقتي والكلمة كلمتي، وهقدم شكوتي وهخلع، تعملني بالمعروف وتزود المصروف، ما تقوليش الظروف، لا هخلع. الست دي المفترية، أنا الكشرية، الحشرية، السماوية، مغل، الغلاوية، قلبت عليا وعملتها فيا، بنت المؤذية، بتصبحني وتمسيني وتنومني وتصحيني وتفطرني وتعشيني غلبي وقاسية، من عمايلها حلفت لبهدلها، اهد حيلها واسود ليلها، الست دي اهدى بس لما اقول لك انت عاوز ايه، عايز كلمه حلوه، كل يوم صوتك بيعلى يا راجل من عمايلك، اهدى بس لما اقول لك انت عاوز ايه، مش عارف انا عايز ايه يعني، كل يوم صوتك بيعلى يا راجل انت ليه، واخدك غلبان كدابه، واخدك تعبان نصابه، واخدك غلبان كدابه، واخدك تعبان، واخدك غلبان، واخدك تعبان، واخدك احيان يا باشا. يا عالم اسمعونا، يا باشا يحضرونا، والنبي تسمعونا، من فضلك تحضرونا، الست دي كنت واخدها على الحديده، حصل، وجبت لها شقه في المعادي، حصل حبيبي، حصل، هي دي جبت لها شقه على الحديده، وجبت لها شقه على الحديده، الست دي حلو كده، كنت واخد على الحديد، كنت لها شقه في المعادي الجديده، قال عايزه تركب عربيه تكون ظريفه، طلباتها عربيه فخمه وظريفه، عايزه عربيه فخمه وظريفه، وعايزه تقلد نانسي وهيفا ورولا ولطيفه. لا راجل قال، تجيب لطيفه دي؟ لا شاطر قال، ده لطيفه. لا راجل قال، طبعا لا شاطر قوي، وبقيت تعرف تتكلم، طبعا وبقالك صوت يا معلم، ودمي خفيف، ونسيت ان انا واخداك. لا 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 لا، في حاجات تتقال وحاجات لا، ده انا واخداك في الاوضه تحت السلم. واحنا في البيت يا بنت، الله الله الله. طب انا عايزك